يبقى الاكس راي مش ضوء. يا دي النيله، هنشوفه ازاي بقى؟ هنعمل ايه؟ ايه ديتكتور؟ قبل الديتكتور، قبل اي حاجه، قبل اي حاجه، قبل. تعال نفكر في الكونسبت، تعالوا نفكر في الكونسبت عشان نستريح. هو ايه الكونسبت؟ ان انا عايز احول الاكس راي لمين؟ للايت. ده الكونسبت. هو احنا بنشوف ايه يا جماعه؟ بنشوف ضوء، صح؟ انا شايفكم ازاي؟ الرفليكت.